طوابير التسلم اكتظت بعوائل نزحت من مناطق مختلفة وهي تفترش الأرض والسماء منذ عامين لتهرول نحو ما جاءت به وزارة الهجرة من مساعدات قد تقيهم برودة الجو. العوائل النازحة التي تسكن بعض حقول الدواجن القديمة والمعسكرات بمنطقة التاجي أشادت بمواقف بعض عشائر المنطقة التي احتضنتهم ووفرت لهم المأكل والمأوى بانتظار عودتهم إلى منازلهم. هذا العام إن شاء الله يكون عام عودة العوائل، 150 ألف إلى 200 ألف عائلة ممكن إعادتهم بعد تأهيل المناطق وعادة الاستقرار فيها وبعد تهيئة البنى التحتية والخدمات الأساسية عادتها. حد الآن نقدر نقول 98 ألف عائلة عادت، سواء في محافظة صلاح الدين أقضيتها، في محافظة جال أقضيتها. عندنا ملاك وعندنا بساتين وعندنا أموال، بس الله يلا يعلم به. فمن صارت الشغلة نزحنا، عفنا، طلعنا بطرق الدشداشة ورحمة رب العالمين. تهجرنا من منطقة لمنطقة، لا ما وصلنا هنا والله طبينا في هاي المنطقة، خلف الله عليهم والله يعني معززين ومكرمين أخواننا التمايمة، والله ما يقصرون، والله نكون ممنونين لهم طول حياتنا. بس الشغلة يا ابن عمي شغلة معاناة، شغلة عوائل. أنا عائلتي 21 نفس. أغلب هذه العوائل النازحة كانت تمارس مهنة الفلاحة بأراضيها التي نزحت منها قصرا بعد احتلالها من قبل داعش، وهي اليوم تنتظر خطط الإعادة المرجوة من الجهات المعنية، لا سيما مع تواصل عمليات التحرير. احنا ناس مثل ما تقول فلاحين، هناك بأرضنا نزرع، وتعرف بلد مدينة الخضراء يسمونها بالزرع وكذا، وهسه هذا حالنا، عايشين بحقول مال الدجاج والله. ولو شوف يعني الحقل ما حد يسكن به، يشهد الله. وزارة الهجرة من جانبها تواصل العمل الإحصائي لإعداد النازحين والعائدين أيضا إلى المناطق المحررة حصل أغلبها على هوية المهجرين، فيما يعتمدون بصورة شبه كلية على المنظمات الدولية وبعض الإعانات المقدمة من قبل المواطنين. ولا تستشفى أي نتائج مرضية من عملية الترقيع المستمر لأحوال النازحين في ظل تفاقم مآسيهم، فلب الحديث يتمحور حول عودة سريعة للديار تقيهم برودة الشتاء وحرارة الصيف. صباح حكيم، قناة بلادي، بغداد.